نرحب بنجم جميل كلنا بنشيد بيه من لحظات ونقول له متشكرين، رفعت يعني اسم المدرب المصري وعملت شغل محترم جدا، وهيسلم الرايه وفريقه في المركز. كابتن عمرو انور، مساء الخير يا كابتن عمرو. بخير يا كابتن شوبير، ازي حضرتك عامل ايه؟ ازيك يا حبيبي، وبنجدد لك التهنئه والتحيه واديت دورك على اكمل وجه ما شاء الله. والله الحمد لله يا كابتن، الحمد لله، يعني كرم من عند ربنا كبير والله الحمد لله. قاعد على يميني كابتن خالد بيبو، على شمالي كابتن محمد عبد الجليل. ما انا والله يعني انت ما شاء الله يعني حظك حلو، يعني قاعد في وسط اثنين يعني من احرف اللعيبه اللي جابتهم مصر. بس هي لا وبرضه معاهم جون جامد يعني. لا اوعى لا ما بص يا حضرتك خارج المنافسه يا شيخ. ربنا يخليك يا عموره. عمرو بتسلم الرايه وانت مبسوط بعد ما ست مباريات ومباراه في الكاس كلهم فوز ما شاء الله، رغم ان الراجل سمعت انه رفض انه يتولى مسؤوليه المباراه القادمه امام النصر، حاسس انه من فضل الله يعني اديت دورك على اكمل وجه؟ الحمد لله. طيب بسالك، هترجع للشباب ولا هتشتغل مع المدرب اللي جاي؟ لا لا لا، اتكلم مع المدرب اللي جاي. المدرب اللي جاي معايا جاي معاه 10 مساعدين يا كابتن. جاي معاه فريق وانت كنت شغال لوحدك يا عيني. لا والله انا ان شاء الله باذن الله يعني ربنا ييسر بس الامور ان شاء الله نقدر نعمل حاجه كويسه في المباراه اللي جايه، لان طبعا زي ما حضرتك عارف النصر خسر امبارح من الاهلي. وموقفه يعني من الاول بقى الثالث دلوقتي في الجدول. واحنا رايحين نلعب على ملعبه. إذا الأمل الوحيد بالنسبة له، لأنه إذا خسر المباراة دي يعني هيبعد عن المنافسة. هتبقى مباراة صعبة جدا. أتمنى يعني ربنا يوفقنا ونقدر نعمل مباراة كويسة، نقدر نعمل نتيجة كويسة، بحيث إن أنا يعني إن شاء الله بإذن الله لما الراجل يستلم فعلا من الفريق في المقدمة وهو يعني متصدر الدوري. وربنا يوفق الأمور. أنا بالنسبة لي يعني بعد المهمة ما هتخلص أنا هرجع تاني أمسك الفريق الأولمبي اللي أنا كنت بدأت معاه الموسم. الدوري بتاعنا بدا، فات منه مباراه. يعني اتمنى ان انا اقدر احقق برضه نتائج كويسه مع الاولمبي زي مع الفريق الاول. ونقدر ان احنا نعمل حاجه كويسه تبقى كويسه ليا انا وتبقى كويسه لكل المدربين المصريين اللي موجودين خارج مصر ان شاء الله. ما علمته يا عمرو بعد نجاحاتك دي انه بدات بعض الانديه المصريه كانت بتكلمك او بتجس نبضك، هل هيبقى عندك النيه الرجوع للقاهره او نعم؟ طب شوبير انا استاذنك بس ممكن تعلي صوتك شويه معلش. ما علمته انه بعد هذه النجاحات انه بعض الانديه المصريه بدات تجس نبضك للعوده لمصر والتدريب، هل انت حابب تكمل مشوارك في السعوديه ولا اذا جالك عرض محترم في مصر ممكن تفكر فيه؟ والله يا كابتن يعني بص طبعا انا شرف لي ان انا اشتغل في اي نادي في مصر وخصوصا لو في الدوري الممتاز. ربنا يكرمك يا عمرو وانت لها، وان شاء الله باذن الله تسلم الرايه باي نتيجه. يا عمرو انت عملت اللي عليك وزياده يا ابني، ربنا يوفقك. بنتمنى له التوفيق. عمرو انور